له قطرة العين والأذن أو ما يسمى بالتقطيرة، مسألة بخاخ نفسه الربو نفسه الذي يستعمله للدقة. يعني بعض الفقهاء يفصلون بين البخاخ الغازي والبخاخ المادي اللي فيه الماء. كيقول لك لأن الماء ممكن ينزل، أو البخاخ الذي ينزل إلى المعدة والبخاخ الذي يذهب إلى الرئة. وهذا الفارق في المذهب المالكي لا معنى له، لا معنى له. علاش لا معنى له؟ لأن المذهب المالكي يعتبر أن الصيام قد فسد بمجرد الدخول إلى الشيء، إلى الجوف، الجوف سواء دخل إلى المعدة أو دخل إلى الرئة أو أي مكان آخر. الدخول إلى الجوف. هناك من يربط في هذا العصر بين مثلا الغذاء وهذه الأدوية. المالكي، المذهب المالكي يقول لو أن الإنسان يعني صرت الحصى، حصى حجرة صغيرة أو صرت درهم ودخل البطن ديالو، راه أفسد صيامه، أفسد صيامه ولا غذاء فيه ولا معنى الغذاء فيه. إذن هنا الدخول، دخول الشيء إلى الجوف في المذهب المالكي يفسد الصيام. هذا مذهب المالكية. دائما أقول مذهب المالكية، حينما أقول مذهب المالكية إذن هناك أقوال أخرى لم نأخذ بها هنا، لأننا نأخذ وفق المذهب المالكي. إذن بخاخ الربو بمعنى بخاخ الربو إذا تجاوز الحلق هو له حكم. هل هو مزمن يستعمل كل يوم؟ اللي يستعمله مرة في 15 يوما، مرة في رمضان، مرة على حسب الحالة ديال المريض. إذا كان قل، إذا كان المريض يستعمله بقلة، نقول له ذلك اليوم الذي استعملت فيه هذا البخاخ رد ذاك النهار، نعم، قضى. ولكن إذا استعمله يوميا متى يرد؟ دونك هذا معفو عنه. إذن هذا يعني حينما تجاوز هذا الشيء بكثرته حتىه فالفقه يتجاوزه رفعا للحرج عن الناس، ويقاس على هذا الذي خدم في الطاحونة، نعم، وغبار صانعين كما قال الإمام ابن عاشر. نعم. دائما في مجال الصحة ورمضان مسألة الإبر، يعني الإنسان اللي مريض مثلا بالحلاقم وكيمشي وخرج ليه مثلا الطبيب الإبرة باش يضربها في نهار رمضان، هل تفطر؟ الإبر الطبية وعلاقتها بالصيام على ثلاث أنواع. نعم. هناك إبر جلدية اللي كتدار في الجلد، أغلب التلقيحات ضد الأمراض كتدار مجرد بالجلد. نعم. وهناك إبر عضلية تدخل إلى في العضلة، العضلات ولا تدخل إلى الوريد. نعم. وهناك إبر وريدية تدخل إلى الوريد، العروق، العروق مباشرة إلى القلب. نعم. بالنسبة للتلقيح الإبر الجلدية والإبر العضلية لا تفطر، لا تفطر سواء كانت الإبر ديال الأنسولين وغيرها، لا تفطر. نعم. بالنسبة للوريدية إذا كانت للغذاء تفطر، يعني مثل السيروم. إبر مغذية، إبر مغذية، هناك إبر مغذية مثل خنشة ديال السيروم مثلا يضعها الإنسان، ممكن أن يعيش بها أيام ولا يشعر بالجوع. نعم. ولا العطش. نعم. إذن هذا غذاء. نعم. إذن هذا النوع من الإبر هو الذي يفطر الصيام، هو الذي يفسد الصيام. نعم. أما غير ذلك من الإبر ولو كانت واردية، ولو كانت واردية، كانت واردية لكن ليست مغذية، ليست مغذية فإنها لا، لا تفطر، لا تفطر. شكرا لكم مستدي الكريم على هذه التوضيحات وعلى هذه الإجابات. برنامج أو حلقة هذا اليوم وصلت إلى نهايتها، أشكركم جزيل الشكر.